يسأل ويقول: إن والدتي تلزمني فوق طاقتي، وذلك بأن أساعد إخواني وأخواتي وأبنائهم وهم كلهم في حال جيدة، وأنا غير مقصر معهم. وتقول: إنني غير راضي عنك إذا لم تساعد أخواتك، وهم متزوجون ولهم أبناء وأزواجهم موجودون وقادرون على العمل وحالتهم ميسورة والحمد لله، ووالدي متزوج وله أبناء أنفق عليهم جميعا، وإنني أيضا متزوج ولي أبناء وأريد أن أقوم بتربيتهم، أفيدوني في هذا الأمر وفيما تقوله الوالدة، هل علي ذنب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فمما لا شك فيه أن للوالدين حقا وللأقارب حقا، الله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فما ذكره السائل من أن والدته تأمره بأن يعطي أخواته وأقاربه، هذا أمر بالمعروف، ولكن عليه أن ينفذ ما يستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن ينفذ من ذلك ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. لا شك أن الأولاد أولى من غيرهم، فيؤمن لهم حاجتهم، فإن بقي عنده شيء فليتفضل به على أقاربه بحسب الاستطاعة، وبذلك يحصل المقصود بإذن الله ويحصل إرضاء الوالدة. نعم، جزاكم الله خيرا. قد يكون طموح الوالدة كبير، بحيث تأمل في أن يكون بناتها على حال معينة، وهو له التزامات معينة، فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟ كما ذكرنا، عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يبدأ بمن يعول، ويقنع والدته بأن يبين لها حالته. نعم، ويبين أيضا أن أخواته وأزواجهن ليسوا بحاجة ماسة إلى ما عنده، إذا بين لها ووضح لها لعلها تقتنع بذلك، وإلا فإنه يقوم بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبر الوالدة حينئذ ما هو حد ولو تكرمتم؟ وكذلك بر الوالدة حسب المستطاع. طيب، إذا بر بها حسب ما يستطيع وأرضاها بحسب ما يستطيع وكان ذلك بالمعروف، هذا هو الواجب. طيب، والبر يكون حتى ولو بالكلام اللين والكلام الطيب والتلطف معها. نعم، جزاكم الله خيرا.